كمان اعلن الفيفا استحداث بطوله جديده بين انديه العالم بعد تغيير نظام بطوله كاس العالم للانديه بشكلها القديم ابتداء من عام 2024. اكد خلال بيان لي انه نظرا لطلب الاتحادات القاريه المختلفه مشاركه ابطال قاراتهم في بطوله دوليه، يعني يلعبوا مباريات او في البطوله بينهم وبين بعض كشكل من اشكال الحافز ليهم، قرر على اثر هذا الكلام الفيفا استحداث بطوله جديده ما بينهم اعتبارا من عام 2024. هتتواجد ان شاء الله بطوله جديده وهي مسابقه الانديه السنويه، وستضم هذه المسابقه ابطال مسابقات الانديه الرئيسيه في جميع الاتحادات القاريه ما عدا اوروبا. هتختتم بنهائي بيتم لعبه في مكان محايد بين الفائز بدوري ابطال اوروبا والفائز في التصفيات بين القارات. بطولة جديدة، متعة جديدة هتضاف أكيد لمتابعتنا لكرة القدم ولكرة القدم العالمية. يا رب إن شاء الله ينتج عنها المزيد من الإمتاع لجماهير وعشاق كرة القدم حول العالم. خلينا برضو نتكلم شوية كريم، يعني عشان نوضح الجزئية دي، آخر نسخة من النظام الحالي لكأس العالم للأندية اللي احنا بنتكلم فيه 2023 يعني هتستضيفها مفروض السعودية، وبالمناسبة كان امبارح اختتم وفد من الاتحاد الدولي يعني علشان يعمل زي جولة كانت تفقدية في السعودية عشان استعدادا لاستضافة بقى العاصمة طبعا الرياض بنتكلم للبطولة، هتنظم مفروض من 12 ل 22 ديسمبر المقبل. طيب الزيارة دي مفروض تكون الأوهية الأولى للسعودية، وشملت جولات تفقدية كمان في فكرة استاد الملك فهد الدولي، استاد الأمير فيصل بن فهد، وملعب كمان جامعة الملك سعود، بالإضافة كمان اللي كانت في زيارات كتيرة جدا في منشآت التدريب في الرياض تحديدا، ومفروض أنه هيكون في زيارات للفيفا كمان الفترة اللي جاية تمهيدا للبطولة. أعتقد هتكون برضو السعودية مكان محترم وهيكون تنظيم أكثر من رائع، ما عندناش شك في النقطة دي أبدا، أعتقد هيبقى في نسخة فعلا محترمة من كأس العالم للأندية، أتوقع ذلك يعني.